انعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد في إطار الحوار الوطني. جاء الصالون بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد في الجمهورية الجديدة لمناقشة محور الهوية الوطنية. شارك بهذا الصالون السياسي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس حزب مصر القومية، بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد ورئيس حزب المصريين الأحرار، وكذلك رئيس حزب مصر الديمقراطية. الهوية المصرية ده أمن قومي، الثقافة المصرية ده أمن قومي، لأن النهاردة الشعوب بتتقدم وبتزدهر بالحفاظ على هويتها الوطنية، لأنها مرتبطة بوطنيتك وبلدك وانتمائك لمجتمعك وبلدك، وأيضا قوة اقتصادك مرتبط بهويتك، لأن كل ما تتضافر الجهود وتتجمع لصالح الدولة تزدهر في كل شيء، فتبقى رائد في الأعمال، وتبقى عندك اقتصاد قوي وتحد من الأمراض، وعندك كمان تحافظ على حضارتك وتاريخك. احنا بنرى ان الهوية الوطنية ايضا من اهميتها ان احنا نحافظ على لغتنا العربية، وان ونحافظ على الاجيال الجديدة والاجيال الصاعدة، والحفاظ عليها الاجيال الجديدة والاجيال الصاعدة يتطلب ايضا ان احنا يبقى في مناهج تؤسس لذلك. لذلك احنا بنبحث في هذا الصالون ازاي نعالج المناهج الموجوده في المدارس الدوليه، وازاي تبقى اللغه العربيه لغه اساسيه، وازاي يبقى طابور الصباح وتحيه العلم اساسي لهؤلاء الطلاب مثلهم مثل طلاب المدارس الحكوميه او المدارس الخاصه. فكان لازم يبقى فيه من احزاب المعارضه الوطنيه ان تعمل نوع من التوعيه للشباب للمواطنين بعدم الانسياخ مع هؤلاء اعداء الوطن. ليه؟ لأن مصر بخير. فكرة الصالون السياسي فكرة بتيجي اتساقا مع الدعوة للحوار الوطني، والحقيقة احنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية لفكرة الحوار. النهاردة احنا شايفين الفكر المصري، كل المفكرين وكل السياسيين وكل المثقفين في حالة ازدهار حواري، حالة عايز أقول إرهاصات، وحالة نقاش، وحالة أفكار وعصف ذهني، كله بيصب في المصلحة الوطنية، لأن في الآخر لما كلنا بنجتمع حول هدف واحد هو ده اللي مطلوب في المرحلة الحالية. أعتقد أن احنا في السنين اللي فاتت، أنا من وجهة نظري خاصة، أن مصر مرت بملحمة وطنية بمعنى الكلمة. عنوان الصالون السياسي عن الهوية المصرية بيستكمل سلسلة الندوات اللي احنا بدأناها بالتنمية السياسية وحقوق الإنسان، وهي أهداف بنحاول من خلالها نصطف مع الدولة في هذه الملفات الشائكة والصعبة، وبنكمل على جهود الدولة ببعض الأفكار وبعض الأطروحات والتوصيات اللي ممكن تكون مكملة لجهود كبيرة بتتبذل في هذه الملفات الثلاثة المهمة جدا. ملفنا النهاردة عن الهوية المصرية هو يمكن يكون الملف الأخطر، لأن اللي تعرضت له الهوية المصرية خلال العشر سنين الأخيرة كان صراع كبير جدا، ومحاولة تفتيت وتشويه وتوتير للهوية وللشخصية المصرية. الموضوع بيبدأ من نشأة، يعني أنا شايفة أن مرحلة التعليم الأساسي دي مرحلة مهمة جدا، أن احنا نزرع في الأولاد الانتماء للوطن، وإزاي يكونوا الهوية بتاعتهم عن طريق يعني وسائل صحيحة. لأن أنا دلوقتي طبعا عندي الرقمنة وعندي التحول الرقمي وعندي الحاجات دي كلها، والولاد كمان وزير التعليم عمل لهم أبحاث، ودي حاجة حلوة جدا.